إذا متتبعي صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. حنا اليوم كنتواجدوا منطقة ديال الحي الصناعي، منطقة مولاي رشيد، اللي فيها الآن حملة تحسيسية ديال السلطات المحلية، مشاركة ديال مجموعة ديال الجمعيات، ومشاركة أيضا الشرطة الإدارية، حملة تحسيسية على وباء كورونا، وباء كورونا اللي كيهدد مجموعة ديال العمال اللي كاينين في الشركات. لذلك السلطات المحلية كتحسسهم يعني بتباعد وبالتزام الشروط والتزام كذلك ارتداء الكمامة وكذلك تعقيم اليدين. مش بعيد وخليكم معنا مع هذه الحملة التحسيسية اللي كتقوم بها السلطات المحلية بمنطقة مولاي رشيد في منطقة الحي الصناعي. محاربة هذا الوباء الفتاك اللي هو كورونا، إذا لازم علينا نتابعوا التعليمات ديال الوزارات الداخلية ووزارة الصحة، لأن المرض موجود وفي تصاعد. إذا الله يخليكم راه باقيين ملزمين باش ديروا الكمامة، ملزمين باش نغسلوا يدينا في أي وقت، ملزمين بمسافة الأمان، ملزمين بزاف ديال الحوايج، لأن باقي الناس الآن باش يتسموا القانون ويوجدوا التعقيم كلهم بأن هو المرض كورونا راه لازال يدور، مرض كورونا راه ما بقى ماشي ما بقاش، راه باقي الوجود. ولكن باش نحافظوا على الصحه ديالنا كلنا نلتزموا، باش نحافظوا على الوطن ديالنا كلنا نلتزموا. نلتزموا بالكمامه اولا، غسل اليدين، مسافه الامان. حوره ولا عامرين كثر من القياس، الشركات ولات يعني الناس خداو هادشي باستهتار، وكما شفتوا ان الحالات غدا وكتزاد، وكاين شي ناس كيقول ان راه ما كاينش كورونا. هذا هو الخطا الكبير اللي خلانا راه لا يمكن ان السلطات فايقه بالصباح والشرطه والوقايه ووزاره الصحه ان كل شيء يمشي يتضرب ليها بزيرو، على اساس ان الانسان خصو يدير الوقايه وهي استعمال الكمامه والمسافه الامان وكذلك التعقيم اللي كيكون هو يومي، لان المرض باقي وما كيتزاد وباقي ما عرفوش. من العيب وحق الله العظيم ان الحمله بديتها تقريبا من البدايه، يعني الناس كتهضر معاهم ولا على بالهم. ماشي ما تستعجلوش في هذا المرض، راه مرض خطير ولا كيتزاد ولا مرضنا، الله يجزيكم بخير، لان حنا اللي معطرين، حنا اللي حاسين، كنشوفوا المستشفيات عامرين، وكنشوفوا الناس كتموت ليلا ونهارا، كنشوفوا الناس كتمرض، علاش؟ لان حنا ما معاونينش بعضياتنا. كنطلبوا من الشعب الوطني تعاونوا مع السلطات، تعاونوا معنا هنا كسلطات محليه، كنجريو علاش؟ على الرايه المغربيه، على الوطن ديالنا، باش يبقوا فيه ناس ويبقوا فيه مواطنين، ما بقيناش يتخرب، ما بقيناش يتخرب، ما بقيناش ينقص من الشعب، بغينا الشعب يتكسر ونديروا ليه جديد، الله يخليكم، الله يخليكم. السلام عليكم، معكم ميلود البحري، رئيس جمعية البحري ولرياضة جبون الحرب. فالحالة اللي جينا على قبل اليوم هي أننا كنشوفوا تصاعد كنشوفوا مرض كورونا في خط التصاعدي، معنا غادي نزيدوا ونطولوا في هذا المرض هذا، وغادي ما حدنا حنا كنزيدوا كنطولوا في المرض وكنستهتروا، غنبقاو ديما نطلعوا في خط التصاعدي، ما عمرنا ما نزلوا نهبطوا لصفر الحالة. فبالنسبه لي انايا بدعم مع السلطات المحليه ديال منطقه مولاي رشيد حاولنا نجيو نوعيو منطقه حي الصناعي ونفيقوا لنا شويه، حيت كنشوفوا واحد الخط التصاعدي كيطلع وكيخرج من منطقه الحي الصناعي على ود بحال نقولوا كيكون اكتظاظ بشري. فللاسف هذا الشيء ما كيبشرش بالخير، فكنتمنوا من المواطنين ومن العمال والمصانعين كاملين يحاولوا يتخذوا الاجراءات التدابير الوقائيه اللي وصلت بها وزاره الصحه، باش ان شاء الله نحاولوا نهبطوا شويه الحالات، يحاولوا يهبطوا شويه، حيت هادشي ما كيبشرش بالخير، هادشي ما كيفرحش. ونتمنوا من المواطنين الكرام زعما ياخذوا هادشي بعين الاعتبار، بلا هاد المرض راه باقي وراه كيقتل عباد الله وما نستهتروش به، ونتمنوا من الله يهز علينا الوباء هذا. هادي الزرقاء ديال الخروج، ماشي زرقاء ديال الباعة، ماشي قيصرية، كلشي الباعة مسجونين، خوض البلاصة، راه ماشي ملك ديالك، راه ملك ديال الدولة هذا، راه زرقاء هادي، ملي كيخرج المواطنين والمواطنات، نتوما كتزاحموهم وكتساهموا في كورونا، الله يخليكم، ديروا كيساع، خويو الزرقاء، راه الحجر الصحي، راه غير تخفيف، ماشي حياة، كتبيعوا السكر في ميكاس، السكر في ميكاس راه في كورونا، ربيعها دار نفس السكر. حشومه كاع، اش هادشي كديروا البشر مسخين. الساعه
السلام عليكم. حنا الشركه ديالنا التعقيم مزيان، داك المدير ديالنا كيكون في الباب كتدخلي كيقول لك عقم يدك تعقطي برجلك بهذاك الشيء. الكمامه غيزلان الباترونه كتقول لنا ضروري الكمامه، اللي ما دارش الكمامه كتصيفطو، ضروري تصيفطو، كتغوص كتقول بغيتو تسدو لنا الشركه. والتعقيم كل ساعه كدور هذيك واحد السيده كتبقى تعقم فينا ليدينا والخدمه والماكن الرجلين. عاوتاني السيد كيجي كي مكلف بهذيك كيعلقها في ظهره كيديرك على تحت الماكن لاسولي كامله كيرشها، الطواليطات الفيسيير البلاصه فين كنتغداو كلها معقمه. الحمد لله كل شيء التباعد ضروري، مترو مترو مع بعضياتنا، الشراج محلولين ضروري. الانسان اللي جا كيقول لنا اللي جا الصاد ولا اللي جا البرد يمشي بحالاته. المهم المسؤولين المدير وداك بنت الباترونه وداك المساعد كل شيء كيغوصوا علينا. اللي ما اللي ما بغاش يعقم واللي ما بغاش يدير الكمامه يمشي بحاله. والحمد لله النظافه عندنا والوقايه وكل شيء كل شيء موجود، يعني ما خصنا حتى شي حاجه الحمد لله. اللي ما دارش الكلام كيصيفطوا المسؤولين، كيصيفطوا اللي لقاو المسؤولين كيهبط المدير المسؤولين كيلقاو جاي الكمامه كيصيفطوا. وحنا اصلا دايرين الحصيات ديالنا كندير الكمامات كنعقموا يدينا كل ساعه، والمسؤولين تما مراقبين الخدمه وكدر كيعقموا حتى الارض وكيعقموا المواكن، ودير واحد المسافه بيناتنا بين الماكل والماكينه معقمين. حنا دايرين الاحتياطات وراسنا وزيد المسؤولين تما دايرين الاحتياطات اكثر منا، والسراجم مهوي عند مسافه الهواز السراجم مهوين مكلولين، والمراقبة عندنا كل ساعة فهمتي، كل ساعة كيبات الباترون المدير كيقلب وكيشوف، واللي لقى ما دايرش الكمامة كيصيفطو ما كيخليوش. كيديروا لنا لاباراي، كنديروا لنا التعقيم في رجلينا كل ساعة، كتجي عندنا الدرية كترش لينا نديروا يدينا عندنا تعقيم. ها الحرارة كنضرها مع الصباح ملي كندخلوا وجافيل وداكشي لهنا، وبرودوي كل ساعة كتجي الدرية كتدور علينا في الماكن كتعطينا كل ساعة. التباعد بعدي الناس راه ما كتبقاش مسافة الأمان وكتساهموا في الأمراض، كتساهموا في الأمراض ديال كورونا. الله يخليكم، هذا ممر جنين عاد خويه دابا وما تعاودوش ترجعوا ليه. آخر نهار عندكم جميع البلاد المتجولين هو هذا، راه اللي رجع هنا يتحمل مسؤوليته، راه غتشري السلعة ديالو وغيمشي لكل شيء داكشي اللي عنده، غيمشي للخيرية. دابا حنا علمناكم وذكرناكم بان اخر نهار عندكم هو هذا، جميع البائعه اللي معمرين الممر ديال الراجلين بحي الصناعي من قطات منطقه مولاي رشيد ممنوع يعاودوا يبيعوا يشرو هنا وممنوع يرجعوا هنايا، كلهم البائعه المتزوينون لان كتوقعوا السحاب وكتساهموا في كورونا، ما كتبقاش مسافه الامان. السلام عليكم. في اطار الحمله التحسيسيه اللي كتقوم بها السلطات المحليه بمقاطعه مولاي رشيد وخاصه الدائره الحضريه المنطقه الصناعيه، فان الشرطه الاداريه وحده الشرطه الاداريه لمجلس الدار البيضاء تقوم بحمله تحسيسيه الى جانب هاد اعوان السلطه والسيد رئيس الدائره والسيد القائد لتوعيه الناس وخصوصا المنطقه الصناعيه بخطوره وباء كوفيد 19 حتى نتفادى انتشار هذا الوباء الخطير الذي لم نعرف حتى الان كيف ينتشر وكيف يمكن القضاء عليه. لذا في العمليه التحسيسيه التي تقوم بها السلطات المحليه لدعم توصيات وزاره الصحه وزاره الداخليه، نهيب بجميع العاملات والعاملين والمدراء المصانع باتخاذ الاحتياطات الواجبه حتى نتفادى انتشار هذا الوباء، وذلك بالاعتماد على التعقيم المستمر على استعمال الكمامات، لان الكمامه اصبحت اجباريه وليست هي عمليه وقائيه وعمليه انذاريه حتى لا ينتشر هذا الوباء. فنهيب بجميع مدراء هذه المنطقه الصناعيه باتخاذ جميع الاحتياطات وبمساعدة السلطة الإدارية وبمساعدة وزارة الصحة لتنفيذ توصياتها باعتماد هذه اعتماد ارتداء الكمامات، ارتداء اتخاذ وسائل التعقيم، غسل اليدين، اتخاذ المسافة القانونية التي يجب ألا تنحدر عن متر ونصف وما فوق. فالرجاء ثم الرجاء، إن هذا الوباء خطير، إن هذا الوباء خطير، والشرطة الإدارية تدعم السلطات المحلية في اتخاذ هذه الحملة التحسيسية التي تهيب بجميع العاملات
والعمال باتخاذ الكمامات، غسل اليدين، التعقيم المستمر، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.